على بعد مئات الأمتار من مسرح باتاكلان في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أدى واحد من بين الهجمات الإرهابية الستة إلى مقتل عشرة الأشخاص، يقف الناس هنا مصدومين من الاعتداءات. وتقول واحدة من بين الناجين: كنت وسط الجمهور عندما سمعت ضجيجا مدويا متأتيا من آخر القاعة، وذلك بعد نحو ساعة من بدء الحفل. وأثر ذلك أخذت الجموع تتحرك وبدأت ترتبك وتخرج من القاعة، وقد كنت في المدارج. انبطحنا أرضا خلف المقاعد، ثم بدأنا نزحف باتجاه بوابة النجدة، وقد نجحنا في الخروج من ناحية سلم النجدة، واختبأنا في غرفة بإحدى المقصورات حتى أتت الشرطة. عدد الضحايا لا يقل عن 120 قتيلا، فيما تأكد مقتل 7 مهاجمين على الأقل. ويقول موفد يورونيوز: الادعاء العام فتح تحقيقا في جرائم قتل على علاقة بمنظمة إرهابية، تفاصيل عدة ليست واضحة، والشرطة تعتقد أن عددا آخر من المسلحين ما زال في حالة فرار.